موجز الأخبار على الحياة فام. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالشأن الوطني، شهدت تونس اندلاع حوالي 16,021 حريقا في سنة 2021، أي بمعدل 44 حريقا يوميا وفق ما أظهرته إحصائيات للحماية المدنية. ويعكس هذا الرقم حسب المشاركين في اليوم التحسيسي للتوقي من الحرائق الذي تم تنظيمه اليوم الاثنين بتونس تحت عنوان التوقي من الحرائق، كلنا معنيون، كلنا ملتزمون، ببادرة من الجامعة التونسية لشركة التأمين. غياب ثقافة التوقي وضعف التشريعات المتعلقة بتطبيق معايير السلامة. من جهتها أعلنت الجامعة العامة للنقل عن ترتيب الإضراب العام الذي ستنفذه كافة الشركات التابعة لوزارة النقل يوم 16 من شهر جوان في إطار إضراب القطاع العام والمنشآت العمومية. وأكدت الجامعة أن كافة أعوان شركة نقل تونس والشركة العمومية للنقل البري للمسافرين سيدخلون في الإضراب على الساعة منتصف الليل من يوم 15 من شهر جوان إلى حدود يوم 16 من شهر جوان. تتركز جهود البعثة الصحية للحجيج التونسيين خلال موسم الحج لهذه السنة على حسن الاستعداد لمجابهة السيناريو الأسوأ المتمثل في إصابة حجيج تونس بفيروس كورونا خلال أدائهم لمناسك الحج بالبقاع المقدسة. دوليا، أعلنت المملكة العربية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفق محددات وشروط. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. موجز الأخبار على الحياة فام.